صمود الهدنة وتمديد الآن، هل يعني حقيقة بأن الطريق معبد لإحلال السلام الشامل في اليمن؟ تحية لك وللمشاهدين الكرام. لا يمكن أن نقول أن هذه الهدنة شكلت معجزة كما ذكر المبعوث الدولي، باعتبار أن هذه الهدنة هي تحصيل حاصل أولا وليست الأولى، هذه يمكن أن تكون عاشر هدنة على الأقل، وهي جاءت ملائمة لظروف الأطراف. فميليشيا الحوثي تريد أن تلتقط أنفاسها، تريد أن تستعيد حركتها العسكرية وتعيد ترتيبها بعد أن منيت بهزائم في شبوة من قبل وعلى تخوم مأرب ولم تتمكن من إسقاط مأرب، وبالإضافة إلى كثير من المتغيرات. وهنالك في المقابل لدى الشرعية تغييرات وإعادة بناء البيت، وبالتالي توافقت هذه المسألة على هذا الإطار. أما المبعوث الدولي فصحيح أن هذه الهدنة كان يمكن أن تنجح في تشكيل طريق ممهد باتجاه السلام لو كانت بنيت بشكل حقيقي، بمعنى أنه كثير من النقاط التي تضمنتها الهدنة هي كانت في الحقيقة عبارة عن اشتراطات طالما كانت تضعها ميليشيا الحوثي في أي تفاوضات، وتعد مفخخات مطار صنعاء، ميناء الحديدة، رواتب الموظفين وما إلى ذلك. والحكومة لم ليس تشترط ذلك سوى فقط فتح دكتور معابر فارس، يعني تعز